نقرأ الخبر القادم أيضا حمدوك، استمرار العقوبات سيعجل بانهيار السودان. حذر رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك من استمرار العقوبات الأمريكية على السودان، لافتا إلى أنها ستعجل بانهيار البلاد الهشة، وقال إذا أصبح السودان دولة فاشلة فإن حجم الدمار سيزداد، وقد تجد جماعات داعش فرصتها للانتشار في المنطقة. وقال حمدوك بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية بعد الثورة لا يوجد مبرر لاستمرار العقوبات الأمريكية، وأن الحكومة الانتقالية الحالية تتعاون مع كل العالم لمحاربة الإرهاب. وطلب حمدوك من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وقال إنه إذا سمح المجتمع الدولي بأن يصبح السودان دولة فاشلة فإن الفوضى ستنتشر في كل الإقليم. حمدوك أكد سعي حكومته لفك العزلة عن السودان خارجيا، وقال نأمل أن يستجيب المجتمع الدولي لمطالبنا، وأوضح أن موقع السودان الجغرافي والسياسي المتاخم لسبع دول يجعل انهياره مدمرا لكل محيطه الإقليمي. واستهل رئيس الوزراء السوداني لقاءاته في العاصمة الأمريكية واشنطن بمجموعة كبيرة من أبناء الجالية السودانية المتواجدين هناك، وقال لقد استلهمته مستوى المشاركات في المناقشات خلال اللقاء وعطته أمل في التغلب على تحديات بلدنا. وأضاف في تغريدة على فيسبوك يوم الاثنين مغادرة البلاد بحثا عن الأمان والحياة الكريمة ووجود مساحة للتعبير عن الرأي هو قرار صعب أجبر ملايين السودانيين على المغادرة في النظام السابق لأن خياراتهم بالبقاء كانت شبه مستحيلة. يعني هي بوست على فيسبوك ليست تغريدة. عفوا. يعني خوف يعني حمدوك من إنه السودان يصبح أو يظل يعني محاصر حتى الآن، يعني ولن يتم رفع العقوبات، يعني دي حاجة مخيفة زي ما ذكر هو. يعني رأيك كيف تقرأ؟ هو أنا أعتقد أنه حمدوك، يعني إذا رأينا أنه حديث حمدوك في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة رفع العقوبات، في أشياء كثيرة ما ذكرها إلا بعد أنه هو جاء. دي كان في بداية تسنم الوظيفة، وظيفة رئاسة الوزراء. أما الآن بعد أن رأى وعرف المشهد وتفاصيل وتعقيداته، أنا بفتكر أنها هي خطبة الوداع للأمريكان، فإما أن ترفع العقوبات وإما أن تكونوا أنتم مسؤولين أمام التاريخ عما يحدث في السودان. يعني لأنه يعني الآن ليس هناك برأي حمدوك وبرأي الكثيرين ليس هناك ما يدعو لاستمرار العقوبات، إلا أن تركن أمريكا لضغوطات عدد من اللوبيات وعدد من القوى الإقليمية التي لا تتعامل مع السودان وفق حكومته لكن معه كوطن. حتى المساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تياجي لما كان جه هنا يتحدث حديثين متناقضات أنه نحن السودان أصبح دولة صديقة والآن ليست دولة عدوة وكذا، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى إجراءات. فنتمنى أنه تنجح. حتى لقاءات حمدوك هي لقاءات فنية مع الناس المعنيين، أن في ناس يستصغروا من لقاءاته بيقول لك أنه ما حيلاقي ترامب، ما حيلاقي، لا هو حيلاقي ناس مجلس الأمن القومي والمخابرات الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية، وحيلاقي ناس الكونغرس، وحيلاقي وزارتي الخزانة والخارجية، المؤسسات الحقيقة هي مختصة بهذه العقوبات. يعني